منذ 16 عاما وهي تنتظر هذه اللحظة التي استلمت فيها السيدة فاطمة الزهراء مفاتيح شقتها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة. بالنسبة لها هي ولادة جديدة. راني نحس يوم عيد استقلال، عندي من 2001 وانا نستنى اليوم، انا نحتفل بهذا النهار. بور موا سي ان غيف، جو نو كرو با تالمون، ميم المفتاح راهي في يدي مانيش مامنه. عشت في الضيق، بيت ثلاث الدراري، حاجه كارثه. ولادي في بيت ثلاث ولاد حتى كبروا، الاخر في ولادي لا 26 ans. شقة من 4 غرف ومطبخ وغرفة استقبال واسعة وشرفة تطل على البحر، مشهد لطالما انتظرته هذه السيدة ومئات أمثالها من المسجلين ضمن قوائم عدل 2001 الذين استفادوا اليوم من 2080 مسكنا. عندي 4 بياسات وكوزينة، عندي دوش الله يبارك، خير من البياسة اللي كنت فيها، خير من البياسة ألف قطرة. دخول السيدة فاطمة لبيتها اليوم جدد ثقتها في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، آملة أن يستفيد أبناؤها الذين بلغوا سن الزواج من عملية عدل 2. بيان سور، الواحد ناضي له بياسة ما بيدير ربي يفرج عليهم، أولادي دايرين لا ديال. إن شاء الله 2013 ويلحقوا لوبجيكتيف تاعهم كيما أنا لحقت. يزيدوا يسناو، هما راهم دي جون، أنا كنت صغيرة دوكا راني كبرت. فرحة عائلة زيان اليوم باستفادتهم بهذا البيت أنستهم مشقة أعوام وألم سنين طوال، وكم من عائلة سترسم البسمة على وجهها حينما تسلمها وزارة السكن مفاتيح سكناتها.